قال أسامة القاضي محافظ المنيا إنه جار تنفيذ 346 مشروعا في 16 قطاع بقرى مركز مغاغة بتكلفة تصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري. وأوضح القاضي خلال جولة قام بها لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بعدة قرى بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أوضح أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الأولويات الجاري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة بمشروع حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.